ذهبت إلى أحد الفنادق الحديثة، فندق عظيم جدا 18 دور، وطلبت إن أنا أعمل بلا مقابل في الأقسام التي لم أتعلمها، في المطبخ، في الحسابات، وفي الريسبشن أو الاستقبال. وكده يبقى أنا مسكت كل الوظائف كتدريب وكخبرة مش كدراسة. فالراجل قال لي ما عنديش وظيفة، فالمدير قال لي ما عنديش وظيفة ليك، قلت له أنا أعمل بلا مقابل. قال لي كيف؟ قلت له يكفي إن أنا أكل في المكان ده وأنا قادر على إن أنا أعمل. فإداني الوظيفة وبدأت إن أنا أتعلم وأتدرب 6 أشهر هنا 3 أشهر هنا 3 أشهر هنا، اتقنت العمل، كنت بشتغل 16 ساعة في اليوم. بعد ما طورت نفسي حصلت على وظيفة في فندق رويال، اللي هو الفندق اللي أنا كنت بستخدم فيه الدورات المياهية عندما كنت أنام في الشوارع. فأخذت هذه التعيين ده، ووريته للمدير بتاعي وقلت له أنا هروح هاخد الوظيفة دي. قال لي لا، أنت تقعد هنا، ولو قعدت هنا تبقى أحسن، ممكن تبقى مدير مطعم. قلت له لا، أنا عاوز أبقى نائب مدير. قال لي أوكي نائب مدير، وكنت صغير جدا في السن لكن بقى عندي خبرات كبيرة في مختلف الأقسام، ووافقت وبدأت كنائب مدير فيه. عندما استقال المدير العام الذي أعمل معه عرض علي أن أنا أكون مدير عام بدلا له، وفعلا أخذت الوظيفة وحققت نتائج باهرة في ظرف سنة أو سنة ونص. وطلب مني أن أنا أمسك بقية الفنادق، كان ساعتها 7 فنادق في الدنمارك، كرئيس لسلسلة الفنادق، وأصبحت رئيسا لهذه السلسلة وأنا تقريبا كان سني 30 سنة. اتشهرت هناك، أصبحت شخصية عامة، أصبحت أقابل الملوك والرؤساء، أصبحت الفنانين، رجال الأعلام، الصحف، كل أسبوع وكل أي خبر أقوله ممكن يتنشر فورا. وأكبر صحف هناك كتبت المصري الذي أثبت أن الدنمارك تعطي شبابها الفرص العظيمة، وهذا العنوان شفته كتير جدا، وكانوا ياخدوني في الدور الـ18 فوق ويصوروني في الدور الـ18 عشان خاطر يقولوا وصل إلى القمة. يعني الفندق اللي أنا وصلت فيه هو أنا دلوقتي في القمة، على أساس إن أنا وصلت إلى القمة.